السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي نمروا للمستوى الأولى إعدادي من التعليم الإعدادي وبالضبط مادة الرياضيات، وغادي نديروا فرض محروس devoir surveiller numéro 1 pour la matière des mathématiques première année de l'enseignement collégial l'année scolaire 2022-2023. دونك غنحاول نجزو بعض الانشطه هنايا اللي كيخصوا هذا الفرد الاول، فرد في ماده الرياضيات المستوى الاولى اعدادي. اذا تبعوا معايا هاد الانشطه غادي ينفعكم انا متاكد، وغادي نجزو ان شاء الله هاد الانشطه بكل سهوله وبساطه. نبداو اولا بالتمرين الاول اكزرسيس 1، عندنا 8 ديال النقط هنايا. دونك غنبداو بالسؤال الاول، دونك هنايا بدلنا بالسؤال 5، دونك سي با غاف. دونك كالكول لي زيكسبرسيون سويفونت، دونك غادي نحاول ننجز هاد لي زيكسبرسيون. دونك هنايا لاحظوا عندنا عمليات الجمع والطرح، هنا عمليات الضرب والقسمة، عمليات الجمع والضرب، عمليات الجمع والضرب، وكذلك الأقواس. إذا حنا كنعرفوا داك الأقواس خصها ضروري بعدها هي الأولى، الضرب والقسمة كيسبقوا الجمع والطرح إلى غير ذلك. إذا 5.8 ناقص 2.8 زائد 0.3، هنا ما عندناش الضرب باش نفضلو على الجمع ولا شي حاجة، عندنا ديريكتومون. دونك أ يساوي 5.8، 5.8 غادي نحاولوا أولا نجمعوا هادو. نعم 5.8 ناقص 2.8 زائد 0.3 هي 3.1. نعم A يساوي 5.8 ناقص 3.1، إذا كنجزوها عادية، 5 ناقص 3 2 و 8 ناقص 1 7، إذن A يساوي 2.7. B 42 مقسومة على 7 مضروبة في 4، إذن B يساوي، إذن 42 أولا سنبدأ ب 42 مقسومة على 7، هذه اللي غنبداو بها الأولى وغادي عاد نضربوها في 4. إذن هذه غنبداو بها الأولى، شحال كتساوي 42 مقسومة على 7؟ إذن كم في 6 7 يساوي 42؟ 6، إذن 6 مضروبة في 4 كذلك، إذن هاد 42 مقسومة على 7 هي 6، ب يساوي 6 في 4، إذن ب يساوي 6 في 4 هي 24. نعم سي كم يساوي سي؟ إذا سي 5.7 زائد 2.3 مضروبة في 4. أولا سنبدأ بماذا؟ عملية الضرب، لأن يعني الضرب كتسبق الجمع. إذا 5.7 زائد ماذا؟ 2.3 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في 4، كم يساوي؟ يساوي 7.2. إذا سي يساوي، دابا غنديرو 5.7 زائد 7.2، إذا 5.7 زائد 7.2 كتساوي 12.9، إذا 12.9، لأن 5 زائد 7 يساوي 12، و7 زائد 2 يساوي 9. نعم دي يساوي 5.3 زائد 6.5 مضروبة في 3.2 زائد 1.8. أولا سنبدأ بالأقواس، إذا دي يساوي 5.3 زائد 6.5 مضروبة في الأقواس، داخل الأقواس الجمع ديال 3.2 زائد 1.8 وهو يساوي 5. لماذا؟ لأن 3 زائد 1 4، لكن 8 زائد 2 10، اكتبوا صفر احتفظوا بواحد هو 5. نعم ثم عاوتاني غادي نسبقوا الضرب على الجمع، إذا 6.5 مضروبة في 5، 5.3 زائد 6.5 مضروبة في 5 كم يساوي؟ إذا 6.5 مضروبة في 5 تساوي 32.5، والآن غادي نجمع، إذا دي يساوي 5.3 زائد 32.5، إذا 5 نزيدو على 32 تعطينا 37، 37.3 نزيدو على 5 كتساوي 8، إذا 37.8 هو الجواب الصحيح. نعم ندوزو للسؤال الموالي، تابعوا معي دائما. دان ديفلوب سيت اكسبريسيون، دونك هاد الاكسبريسيون هادي غادي نحاولوا نشروه، غادي نعاودو نكتبوها. او يساوي 5 مضروبة في اكس ناقص 10، اذا هنا غنستعملو لون مغاير، اذا تبعوا معايا. اذا او يساوي، اذا حاولوا انتبهوا معايا، اذا النشر غنضربو 5، هذا عامل، 5 غنضربوها في اكس ثم غادي نضربوها في 10، يساوي 5 في ماذا؟ في اكس ناقص 5 في 10، اذا هذا هو النشر ديالها، ثم غادي نديرو يساوي، اذا او يساوي 5 في اكس هي 5 اكس ناقص 5 في 10 هي 50،
هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو الفاكتوريز. فاكتوريز سيت اكسبريسيون، فاكتوريز سيت اكسبريسيون يعني عمل. دونك اف يساوي 7 في ا زائد 7 في اكس. اذا هاي 7 في ا زائد 7 في اكس. اذا العامل المشترك شنو هو هنايا؟ هو 7. اذا اف يساوي 7 زيد مضروبة في ماذا؟ في أ زائد إكس، في أ زائد إكس. إذا حنايا عملنا بعامل مشترك هنايا اللي هو 7. دوزو لا كيسيون سويفونت، سويف افيك مو. كالكول باغ دو ميثود ديفيرونت. دونك هنا غادي نحاولو نحسبو بجوج ديال الطرق مختلفة. إذا غنحسبو التعبير أ ثم التعبير بي. إذا تبعو معايا دائما. إذا تعبير أ 100 في 0.9 زائد 3.1. الطريقة الأولى هي هذه، أنا نحاول نديروها هنايا. إذا أ يساوي، نعاودو نكتبو هاد العملية، 100 في 0.9 زائد 3.1. الطريقة الأولى هو أننا غادي نحاولو نشرو، يعني غادي نضرب هادي في هادي ونزيد عليها هادي في هادي. غنشوفو. إذا أ يساوي 100 غادي نضربها في 0.9 زائد عاوتاني 100 غادي نضربها في 3.1. أ يساوي 100 منين كنضربها في 0.9 كتساوي لي 90، و 100 منين كنضربها في 3.1 غتعطي لي 310. إذن أ يساوي 310 زائد 90 هي 400. خصني هاد الميثود الثانية ملي غنديرها خصني تعطيني نفس الجواب. إذن أ يساوي، الطريقة الثانية هو أننا غنحسبو داكشي اللي كاين بين قوسين ونضربوه في 100. إذن 100 مضروبة في 0.9 زائد 3.1. أ يساوي 100 مضروبة 0.9 زائد 3.1 كتساوي 4. إذن أ يساوي 4 في 100 هي 400. إذن هو الجواب الصحيح ونفس الجواب، استعملنا جوج ديال الطرق وحصلنا على نفس الجواب. هنايا التعبير بي، 4.32 مضروبة في 217 ناقص 4.32 مضروبة في 117. هنا عندنا عامل مشترك اللي هو 4.32. في المرة الأولى غادي نحسبو، إذن بي يساوي غنحسبو عادي 4.32 غنضربوها في 217 شوفوا شحال كتساوي، ناقص 4.32 نضربوها في 117 ونشوفوا شحال كتساوي. اذا بي يساوي 4.32 مضروبه في 2.17. هذا الجواب كيساوي 937.44 ناقص عاوتاني 432 مضروبه في 117 كتساوي 505.44. بي يساوي منين كنديروا 937.44 ناقص 505.44 غادي تساوي لنا هي 432. هذا هو الجواب الصحيح، 432. الان نشوفوا الطريقه الثانيه، هي طريقه التعميد. نديروا بي يساوي 4.32 مضروبه في 217 ناقص 4.32 مضروبه في 117. هنا عامل مشترك هو 4.32. اذا نعمل به 4.32 مضروبه فين؟ غتبقى لي 217 ناقص 117، و 217 ناقص 117 كتساوي، إذا 4.32 مضروبة في ماذا؟ كتساوي لنا 100، هادي كتساوي 100. إذا 100 مضروبة في 432 غنزيح الفاصلة برتبتين، إذا بي يساوي 432 ونفس الجواب الطريقة الثانية.